السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم. فضلا وليس أمرا، المرج الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. بمناسبة اقتراب الامتحان الكتابي الخاص بمباراة الجمارك لسنة 2023، فقررت اليوم إن شاء الله نقدم لكم نماذج الامتحانات مع أكثر من 100 سؤال في الثقافة العامة مع الأجوبة يعني متعلق بالأعياد الوطنية إلى آخره. وهذه الأسئلة فراه مهمة تطرح بزاف في الاختبار الكتابي مباراة الجمارك خصوصا الحراس. إذن على بركة الله نقدم لكم النماذج، لكن قبل ضروري نوضح لكم يعني عن طبيعة الامتحان. بالنسبة للامتحان يقدر يكون على شكل QCM أو شكل موضوع. كما قلنا لكم يعني خاصكم ضروري تراجعوا الاعياد الوطنيه، مثلا فوقتاش كان الاستقلال، المسيره الخضراء، كذلك عيد العرش، اليوم العالمي للمراه، الحرب العالميه، الازمه الاقتصاديه، يعني جميع هذه المعلومات خاصكم تكونوا ضابطينها. وبالنسبه للمواضيع خاصكم يعني تكونوا مراجعين مواضيع الساعه، مواضيع كتكون سهله مثلا تلوث البيئه او الازمه الاقتصاديه، او مثلا دار يطرحوا سؤال متعلق بموضوع عفوا يكون متعلق بجائحه كورونا، او مثلا يقدر يطرحوا موضوع متعلق بالسجل الوطني للسكان او الاجتماعي الموحد الى اخره، يعني مواضيع الساعه. المهم نحاول نقدم لكم اولا المواضيع اللي طرحت خلال السنوات السابقه. الموضوع الاول: تعمل بلادنا على تعزيز سياسة الانفتاح اتجاه العديد من البلدان الإفريقية من أجل تدعيم علاقة التعاون والشراكة معها في شتى المجالات. ما هي محاور هذه السياسة؟ وما هي النتائج المتوخاة منها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟ يعني كما لاحظتم في الموضوع سهل وبسيط. الموضوع الثاني: تعرف المنظومة البيئية عدة اختلالات بسبب الكوارث الطبيعية وبسبب الأنشطة البشرية. عرف المنظومة البيئية ما هي طبيعة اختلالاتها وما هي الجهود المبذولة لتقويمها من أجل تحقيق تنمية مستدامة. كما لاحظتوا كذلك في الموضوع الثاني المتعلق بالبيئة سهل وبسيط، يعني كتعرف بالبيئة والمنظومة البيئية وطبيعة اختلالها والجهود المبذولة لتقويمها من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وهنا موضوع يعني خاص مساعد الإداريين من الدرجة الثالثة سلم 6. الموضوع الأول: أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما في مجال التواصل. تحدث عن الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه الظاهرة وانعكاساتها لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا: تم منع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب. ما هو تقييمكم لهذا الإجراء وما هي أثاره على البيئة والسكان؟ اقترح بعض المبادرات المماثلة التي يمكن أن تصب في نفس الاتجاه. يعني المواضيع سهلة كتجاوب حسب اختيارك على أحد الموضوعين التاليين. من بعد ما قدمت لكم هذا الموضوعين، دابا غادي نحاول نقدم لكم نموذج الامتحان على شكل QCM. اذا هذا هو الامتحان يعني بQCM، فامتحان سهل وبسيط. يعني متى انتهت الحرب العالمية الاولى؟ متى كانت الثورة الروسية؟ متى تم تأسيس حلف الشمال الاطلسي؟ متى انتهت حرب الفيتنام؟ متى اندلعت الازمة الاقتصادية الكبرى؟ كذلك متى عقد وعد بيلفور؟ عدد دول الاتحاد الأوروبي هو 27 دولة. متى انطلقت المسيرة الخضراء؟ تتمثل السلطة التنفيذية في يعني واش في البرلمان، الحكومة، قضاء إلى آخره. يعني كما كتلاحظوا فالأسئلة سهلة وبسيطة لا تحتاج كثير من التفكير، يعني أسئلة في الثقافة العامة خصوصا الأعياد الوطنية إلى آخره. المهم نخليكم تكملوا يعني هذا نموذج الامتحان إلى الآخر، سنعود لنقدم لكم أكثر من 100 سؤال في الثقافة العامة مع الأجوبة. مهم يعني المترشح اللي عدوزو الاختبار.
إذا من بعد ما قدمت لكم نموذج الامتحان الخاص بمباراة الجمارك حراس الجمارك من الدرجة الثالثة، فالآن غادي نقدم لكم كما قلت لكم في الأول أكثر من 100 سؤال في الثقافة العامة مع بعض الأجوبة. إذا كما تلاحظوا فهذه هي الأسئلة الخاصة بالثقافة العامة خصوصا الأعياد الوطنية اللي كتطرح في العديد من المباريات من بينها حراس الجمارك. أولا مثلا فوقتاش دخل المغرب تحت نظام الحماية؟ فوقتاش أخذ المغرب الاستقلال؟ متى تأسس جهاز الأمن الوطني؟ حلف الشمال الأطلسي؟ متى بدأت الحرب العالمية الثانية ومتى انتهت؟ متى تم المصادقة على أول دستور مغربي؟ كما كتلاحظوا فهذه الأسئلة راه مهمة بزاف، ضروري يعملوا إطلالة باش تعرفوا يعني هذه النقاط. المهم نخليكم تكملوا جميع الأسئلة إلى الآخر. إذن كما لاحظتم فهذه نماذج لبعض الامتحانات الخاصة بمباراة الجمارك إضافة إلى بعض الأسئلة في الثقافة العامة. قبل الختام أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد، وبالتوفيق والسلام.